متواجدون نحن الآن في مدينة سرت. الأجواء جميلة جدا في مدينة سرت، أجواء صيفية حقيقة. المواطنون موجودون في مدينة سرت والأمور تسير على ما يرام. هنا القوات المسلحة وأيضا مديرية أمن سرت وأيضا إدارة البحث الجنائي تقوم بتأمين المدينة بشكل ممتاز جدا. الأمور تسير على ما يرام في مدينة سرت. هنا تأييد القوات المسلحة بشكل كبير من قبل المواطنون. الأمور تسير على ما يرام. وهنا معنا الآن المسؤول راديو رعد في مدينة سرت وتابع لإدارة التوجيه المعنوي، الأستاذ رئيس عرفة وحدة ناصر الحاسي. فندي، لو حدثتنا عن الأمور في مدينة سرت كيف تسير وكيف هو الوضع الأمني في المدينة؟ أولا بسم الله، تحية لكل المشاهدين ولقناة الحدث المتواجدة معنا اليوم في مدينة سرت. سرت بخير، أمورها تمام، تحت حماية جيشها وتحت تأمينها واستقرارها من قبل وزارة الداخلية بكل مسمياتها، من البحث الجنائي، من الشرطة، من كل الجهات. طبعا احنا دورنا كإدارة التوجيه المعنوي هو شغلنا راديو إذاعة سرت المحلية واستعملناها كراديو رعد منصفة مع زملائنا في إذاعة سرت، وبدأنا في بث التغطيات والبرامج العسكرية لرفع المعنويات ولرفع الثقة بين قواتنا المسلحة والمواطن داخل مدينة سرت. واللي نشوفه فيه تولنا حوالي أكثر من 70 داخل مدينة سرت. الحقيقة المواطن متجاوب مع العمل، تم تأمين المواطن، فتحت المحلات، رجعت الناس لبيوتها، الحياة طبيعية داخل مدينة سرت، العمل، المؤسسات تعمل بصورة جيدة وممتازة، نديروا في جولات في المستشفيات، دعم لرفع المعنويات في كل المؤسسات الحكومية في الدولة، العمل رائع جدا. يعني حتى نقوم بجولات في المساء، فترة المساء، داخل الحدائق، داخل المنتزهات، وإن يكون المواطن نحن معاه في الأسواق. سرت بخير وأبنائها بخير، ومؤسستها العسكرية في على أطراف تباتها للدفاع عنها من المستعمر التركي، من المستعمر الغاشم اللي أتت به المنظومة الإرهابية داخل ليبيا. ونحن طبعا تبع تعليمات قيادتنا العامة، ونحن طبعا كإدارة التوجيه المعنوي زرنا حتى المحاور وزاروا وجبنا دكاترة ومتخصصين لرفع المعنويات داخل المحاور بالمرور على غرفة عمليات الكرامة، لغرفة عمليات الكرامة الغرفة الكبرى للعمليات، أيضا بتعاوننا مع رئيس غرفة العمليات الأمنية داخل مدينة سرت، بتعاوننا مع كل أخوتنا الإعلاميين والصحفيين سواء المسموع أو المرئي داخل مدينة سرت. الحياة أنا نوجزها في كلمتين داخل مدينة سرت، إن الحياة موجودة في سرت، سرت الرباط الأمامي، سرت اللي أهلها رحبوا بالقوات المسلحة وأرادوا أن تكون ليبيا بخير. فنحن دماءنا وأجسادنا وقيادتنا وكل ما يوجد من أبناء المؤسسة العسكرية، نحن الدرع الكبير للدفاع عن سرت وعلى كل مدن ليبيا الحبيبة بإذن الله. مشكور سيادة رئيس عرفة ناصر الحاسي، بارك الله فيك. شكرا على التوضيح، بارك الله شكرا فيك. إذن هذا هو الوضع في مدينة سرت، الأمور ممتازة جدا في المدينة، وسنكون معكم لحظة بلحظة داخل مدينة سرت في حال حدث أي جديد. نعم.